في المصحف والموبايل والقراءة من الموبايل. القراءة الأستاذة شادية، يعني قراءة القرآن على وضوء على الموبايل، قلنا الموبايل ده مش هو المصحف، لذلك يجوز حمله. فارق بين القراءة وبين الحمل. فهنا حضرتك ممكن تقري من الموبايل، بس الواحد بيقول ايه، أقرأ وأنا على وضوء ولا أبص بعيني؟ فقلنا مذهب بيقول لا قراءة إلا على وضوء، ومذهب تاني بيقول لا، المهم ان انت تكون يعني طاهر من الحدث الاصغر. فالامر بسيط، فممكن حضرتك الموبايل اقرأي بعينك منه، ان شاء الله ده ما ياخدش حكم المصحف ويجوز ان انت تبص منه. حضرتك امشي على الرأي ده اللي احنا بقولك عليه، ولو مشيت على الرأي التاني ان انت مش عاوزة تقري، الامر بسيط وخلافي، المسائل الخلافية ما نختلفش فيها كتير، ولكن افعلي ما يرتاح اليه قلبك. بخاخة الصدر عندنا اللي هي بتاعت الرب، معلش ربنا يعافي الجميع، لان فيها الرذاذ ده بنسميه له جرم، له حجم وبيدخل، فده يعني بيفطر ويبطل الصوم. فاللي عنده كده وممكن يعوض يعوض، اللي ما عندوش وممكن طول عمره بيستخدم البخاخة دي، فهنا هيخرج الفدية وليس عليه القضاء.